طال عمرك سعادة السفير، مشكور بياض الوجه، وشكرا على الاستضافة الجميلة المميزة. تعال تعال الشباب خلنا نصور صورة. وصل ابوي الوقت كامل الحين غادرت المطار وفي وداعنا سعادة السفير طال عمره، يعني الله يحفظه ويطول عمره. سعادة السفير ما قصر، ما ضاع ولا خلانا نظهر من السفارة له ريلنا على ريله، جزاه الله. شكرا كل الشكر والتقدير، كل الشكر والتقدير لسعادتك وطال عمرك، جزاك الله خير في ميزان حسناتك ان شاء الله، كان في العمر بده، جزاكم الله خير. اللهم لك الحمد، الله وفق وراد انه تنجز المهمه على خير وأكمل وجه، اللهم لك الحمد. شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا الموضوع اللي نحن صرنا عسف له من السفارة وهلال الأحمر. اللهم ادع نعمك الأمن والأمان على هذه البلد وعلى أهلها وعلى ملكها وشعبها وعلى كل المسلمين أجمعين. عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير من دار الخير، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالرحمة ويعلها إن شاء الله طول النهار طول النهار طول الليل، ما تفارج هالدار هالمطور يا رب العالمين، ويرحم الميتين ويطرح البركة إن شاء الله في الحيين، ويخلي العيال يطرح البركة في العيال الكبار والصغار، ويستر على اللي بستر ويرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. حي ابوها ابوي الخيمة، حي ابوها، نفت مطر زاغت العرب، هذه خيسة فراشنا عنب. اي حي بالطرف هذا، افتح الباب هذا، ما فينا تخلي الدنيا مسكرة علينا، هي شطنا شطنا شطين ربط. مبروك مبروك عليكم الرحمة، مبروك تستاهلون تستاهلون يا اهل الدار، صبرتوا ونلتوا الحمد لله رب العالمين. الا ما زين ريحه المطر، يوم ترى المطر له ريحه معينه، روحه تبن بنه تظهر من الارض، خنينه ريحه الارض، وهالريحه تظهر من تي لو اربع خمس نفات ظهرت الريحه هاي، سبحانك يا رب، اظني تتجانس ويا ريحه الارض. جود مورنينج صلاح، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. لا ما شي مشكله، تخل بنعولك تخل بنعولك. يلا هالمثل. السلام عليكم. صباح الخير. وين؟ هاي جاي، ما قلنا نطالع فوق. اللواد بكلمة ويلها عليه. تمام. تمام؟ شو تاكل صلاح؟ سح. سح. العافية. وحده له هنتين. دوال أيوه. انزين. شو الاخبار؟ سرطتها؟ لا لا ها؟ الا شفتها قبل؟ ايه يلا اعطيتها هذه. حبيبي شي بطل عندكم في الفلاح؟ شوية شوية. ها؟ ما اسمعك. شوية شوية. بلاك ما تحاكى اليوم. اقولكم انا ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بصير عندي موعد في مكتب محاماة الساعة 10، وما نظهر برد اكلم. وانا ليش قلت لكم الموضوع هذا؟ لان الموضوع اللي ساير اسبه موضوع مهم، والموضوع اللي برمسكم من اظهر من عند محامي اهم. ليش تضحك التحيه؟ ليش تضحك؟ كي 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 كي. انا شو قلت لك يا حيني ضحك؟ ليش تخلي تضحك علي انا اخوك؟ اخر مره هتضحك علي، قول التوبه. توبه. اخر مره. لا اخر مره. زين قول التوبه. توبه. ايه شكرا.
متى نسافر؟ حبيبي أنا البارح جاي. اصبر علي، اصبر علي. بس يصير بانكوك يعني؟ إيه. زين مخلص. حين. أنا ما قلت لا. حين إن شاء الله حين. يا تطنز حين. بنصير اصبر علي. توني جاي. أقولكم تدوي أنا صاير هذا المبنى. لكن شو هنا؟ شو بيستي؟ شو العلم الصبر؟ لما أظهر بخبر. ما في أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. سرت المكان اللي أريد أسير له والحمد لله تيسرت الأمور، لكن من أخلص بخبركم. أقضوا حوائجكم بالكتمان إن شاء الله. أنا سرت عندي حايتم وخلصت، وإن الله سهل برد أخبركم بها. إن الله يسر الأمور ونجحت الأمور اللي أنا ساير عسبها، إن شاء الله أني بطري الموضوع وبخبركم عنه. أول الله.